عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر، مساء الخير علينا كلنا، مساء الخير يا إبراهيم، مساء الخير يا دكتور شيرين. حلقة النهاردة مختلفة جدا ومهمة جدا، عايزين كلنا نقعد ونسمع. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وتحية لكم جميعا في كل مكان، أهلا بكم. وحلقة مميزة جدا جدا لأنها حلقة طبية وتثقيفية، والهدف منها الحقيقة تثقيف كل السادة المشاهدين. والنهاردة معانا ملف مهم جدا جدا جدا، طبعا بنستضيف فيه الأستاذة المحترمة الأستاذة الدكتورة شيرين حافظ إبراهيم محمد، أستاذ العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وعضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ADA. والملف تحديدا أسمناه برنامج الحماية المتكاملة للأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بحضرتك. منورة يا فندم في مساء الخير مصر. أهلا بيكي. أهلا بيكي. برنامج الحماية المتكاملة لطب الأسنان أو حماية الأسنان، عايزين حضرتك تكلمينا عن الموضوع ده وبخاصة إن إحنا محتاجين فكر توعوي علمي يوضح للناس ايه هو برنامج حضرتك بتقدمه. طيب، هو قبل ما نبتدي انا بشكركم طبعا على استضافتي في البرنامج، ميرسي جدا. انا عايزه بس نسال نفسنا سؤال قبل ما نخش في البرنامج، هو ايه التسوس؟ ايه مرض التسوس؟ مرض تسوس الاسنان ده زي اي مرض بيصيب جسم الانسان، تمام، وهو عباره عن ان بيحصل فقد للعناصر والمعادن الموجوده في السنه. طيب، ايه اسباب المرض ده؟ ما حدش بيفكر غير في ان هو بياكل حلويات كتير مثلا، هو ده يكون عامل التسوس. لا، هو اسباب المرض هي عناصر كتير متفاعله مع بعض، وهي دي اللي بتسببه. منها وجود بكتيريا نشطه في الفم، لان البكتيريا موجوده بشكل عام في الجسم كله، بس نشاط البكتيريا هو ده اللي يسبب لي تسوس. حاجه تانية، زياده نسبه حموضه اللعاب اللي موجود في الفم. اوكي، نسبه حموضه اللعاب دي لو قلت هنا بيحصل ايه؟ انها بيحصل تآكل في الاسنان نتيجه ان المعادن تطلع مع اللعاب، ويبتدي يحصل حفرات صغيره في السنه، كافيتيز يعني. اوكي، وجود البلاك. اوكي، البلاك ده اللي هو بعد ما بناكل ما بنغسلش اسناننا بيبقى فيه طبقه لا مش الجير، احنا لو سيبنا البلاك بيحصل له تكلس ويحصل الجير، يعني لكن هي البلاك اللي هو حاجه طريه لو عملنا بضفرنا كده على السنه تلاقيه بيطلع ماده طريه بيضه. اوكي، فالماده دي هو دي البلاك. فانا عندي عناصر كتيره وجودها لفتره طويله في الفم من غير متابعه بتؤدي الى التسوس. تمام تمام. لا، ده بيخليني اسال سعادتك الحقيقه، وهو لماذا تحديدا الاحتياجات الخاصه؟ يمكن لفت نظري كمتابع ليه ملف الاحتياجات الخاصه؟ بعض الناس قد تظن ان حضراتكم فقط متخصصين في علاج الاسنان او طب الاسنان للحالات الخاصه فقط او ذوي الاحتياجات الخاصه. هو الحقيقه احنا مش متخصصين في ذوي الاحتياجات الخاصه فقط. اوكي؟ هي احنا متخصصين في علاج تحفظي للاسنان، لو علاج التسوس وتجميل الاسنان عموما. لكن ذوي الاحتياجات الخاصه بيحتاجوا عنايه خاصه. تمام. ان احنا لازم، هما مش هيقدر يعبر عن مشكلته، يبقى لازم اعمل له بروتوكول حمايه زياده شويه عن الانسان الطبيعي، لان الانسان الطبيعي انا بقول له اغسل اسنانك، هو مش هيقدر يغسل اسنانه، وما بقاش ضامن ان اللي بيعتني بهذا الشخص المريض هيقدر ينفذ التعليمات اللي انا بطلبها منه. على كده الشخص الملاصق للمريض اهم توعويا طبعاً من المريض طبعا نفسه. طبعا طبعا. وده اللي احنا بنركز عليه في برنامج الحمايه، ان انا لما بخاطب ما بخاطبش بس المريض، انا بخاطب المريض وبخاطب المسؤول عن المريض، سواء كان ولي امر او هو لو في دار رعايه هيبقى المسؤول عن هذا المريض. مظبوط. اوكي، لما بنيجي نخاطب الجروب بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه، المفروض ان انا بشوف هل هو يعني نوع الليميتيشن اللي عنده ايه، نوع المشكله اللي عنده ايه، هل مشكله في التخاطب، في الادراك الحركي، في الادراك الذهني، توحد، داونز. بنعمل كاتيجورايزيشن او بنقسمهم لكل فئه، لان كل فئه تحتاج تعامل خاص بيها. اوكي، بنعمل ده الكلام ده ازاي؟ ان احنا بنعمل مثلا بنروح المدرسه اللي فيها ذوي الاحتياجات الخاصه او دار الرعايه، بنبتدي نتكلم مع، بنعمل زي ندوه توعويه مع إدارة المدرسة أو الكير جيفر اللي موجودين ولأولياء الأمور والأطفال. من خلالها بشوف علاقة الكير جيفر أو التيتشر بتاع الطفل ده مع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نفس الوقت بشوف طريقة التواصل بتاعتي أنا مع الطفل، هو مدرك قد إيه، هل مشكلته إدراك ذهني، إدراك حركي، هو ما بيعرفش يعمل. أوكي، بعمل لهم، بنعمل لهم فيديوهات من خلالها بنعرف نتواصل هو استوعب إيه من اللي أنا بقوله. بعد كده يبتدي بقى المرحلة الثانية، ان انا عايزة اشوف
عناصر التسوس. ما هو الطفل ده دلوقتي عنده مشكله، عنده مشكله، مشكلته ايه؟ ان هو هياكل اوكي مش هيغسل سنانه، الانسان المسؤول عنه مش متابع معاه كويس، خلاص هيبتدي يحصل مشاكل تسوس، هيبتدي بألم بسيط، الطفل هيتجنب الاكل على الناحيه دي، هياكل على الناحيه الثانيه، اهمال، يبتدي الناحيه الثانيه كمان تسوس، يبتدي يبقى فيه سوء تغذيه. يبتدي هنا يدرك المسؤول عن الطفل ان انا الطفل حالته بتتدهور صحيا. طب حاله بتتدهور صحيا ليه؟ نتيجه مشكله بسيطه كانت في اسنانه انت اهملتها. يبقى خطوره الاهمال بتؤدي الى تدهور صحي تام بالظبط كده في حاله المريض بتاعي. خلاص، فانا دلوقتي هبتدي اوعي الانسان المسؤول عن هذا الطفل باهميه النقطه دي. لو سمحت المتابعه الدوريه، الاهتمام بنظافه الاسنان، هتغسل سنان طفلك ازاي او المسؤول منك ده ازاي. اوكي، هنعمل ايه احنا بقى دورنا كاطباء؟ هنبتدي نحط مواد تعزز المناعه بتاعه الطفل، تقلل نشاط البكتيريا، تعيد المعادن اللي فقدت نتيجة التسوس اللي بيحصل. لو مشكلة في حموضة اللعاب، أنا بشوف خلاص نسبة الحموضة دي وببتدي أعديله حاجات تعزز وتعلي يعني تعلي الـ pH اللي هي الحموضة. بالتالي يبقى هنا بعزز المناعة بتاعة السنة نفسها. أوكي كسنة. طيب الكلام ده كله بجمع الداتا من الطفل، باخد عينات من اللعاب، عينات من البلاك، عينات من العادات الغذائيه، لان في عادات غذائيه سليمه وفي عادات غذائيه غير سليمه. ودي يعني بتبدا طبعا منذ الصغر. بالظبط. ولازم ولي الامر يبقى عارف هو بياكل ازاي اصلا. يعني healthy style of life. healthy style of life يعني ايه؟ يعني المفروض ان انت تاكل منتجات البان كتير عشان تجيب كالسيوم. اوكي، لازم تاكل vegetables وفروتس، الياف، عشان الياف دي مش بس الفيتامينز اللي فيها، لا انا عايز الالياف دي هي اللي بتنظف الاسنان وبتدي صحه للثه زي فرشه الاسنان. فالالياف لما ياكل تفاحيه بعد اللانش بعد الغداء هو كده كانه غسل اسنانه تماما. اكل جزرايه هو كده غسل اسنانه. اوكي، فالالياف دي مهمه. طيب ايه كمان؟ يشرب ميه كتير. طب ليه يشرب ميه كتير؟ عشان البي اتش اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي حامضيه، لو هي حامضيه بالظبط لا احنا الميه دي هتقلل الحموضه خالص، هتضيعها. اوكي، فيشرب ميه كتير، ياخد منتجات البان كتير، جبن وزبادي ولبن، وياكل فروتس اند فيجيتابلز. طيب ايه الحاجات الغير سليمه؟ العادات الصحيه اللي كلنا بقى بنعملها الاطفال بالذات، كانديز، عايزين ماما راجعه من الشغل، بابي راجع من الشغل، لازم اجيب له الشوكليتس والجامي بيرز والحاجات الحلوه دي. اوكي، سودا، المشروبات الغازيه كلها دي بتاكل في الاسنان زي ما بتعمل هشاشه عظام، هي بتاكل في الاسنان. اوكي، طيب في ايه كمان؟ الليمون والبرتقال. بنقول دول حلوين فيتامين سي في الايام اللي احنا فيها عشان كورونا، بس بليز 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 لما ناخد ده نشرب ميه كتير بعدها. ما تغسلش اسنانك بعدها على طول، لان هي شالت من المعادن. انت هتساعد ان المعادن دي تطلع من على طبقه المينا بالفرشه. تمام، هي دوبتها فانت تروح شايلها. معلومه مهمه دي. فانا لما اشرب ليمون او اشرب برتقال لازم اخلي بالي ان لا يبقى اشرب بعديه ميه واستنى ما اغسلش اسناني على طول. رائع جدا، رائع جدا. فالعادات الغذائيه دي مهمه سواء للكبير او الصغير. دي مهمه جدا، يعني انا عايزه حضرتك تقولي للناس ايه المفروض يعملوه بحيث ان هم يحافظوا على اسنانهم وعلى اسنان اولادهم، وبخاصه ذوي القدرات الخاصه، ايه المطلوب منهم؟ 1 2 3 ايه المطلوب منهم؟ اول حاجه زياره طبيب الاسنان عشان يشوف صحه ابنه، صحه الفم. صحه الفم مش لازم يبقى فيه حفره عشان يبقى فيه تسوس. لا، التسوس ممكن يبتدي ببقعه بيضاء في السنه الاماميه. دي بدايه تسوس، ده انذار خطر بيقول لا لو سمحتوا يا جماعه انا هنا عندي بدايه تسوس. تمام. اوكي، ممكن لو بصينا في الدروس الخلفيه الاقي في نقط سوداء او خطوط سوداء. اوكي، مش شرط انها تكون تسوس، بس هي دي انذار ان الحته دي بتجمع اكل وما بتتنضفش كويس بالفرشه. مزبوط. الدكتور هيقول لي هنا في تسوس ولا ما فيهاش. طب لو هي ما فيهاش تسوس انا هحميها، انا هقفل الاماكن دي بمواد، بفلورايد، بفارنش، بحاجات بتمنع تجمع الاكل في الحته دي، بالتالي هتبقى سهل تنظيفها. تمام، فمش هيحصل فيها تسوس. يبقى اول حاجه زياره طبيب الاسنان للاطمئنان. اوكي، تاني حاجه ان احنا نشوف ايه العنصر الاساسي في التسوس. زي ما احنا قلنا هي عناصر كتير متكامله مع بعض، فاحنا لازم نشوف المشكله جايه منين، عشان علاج التسوس مش مجرد ان انا هحشي السنه وخلاص كده العلاج تم. لا، علاج التسوس هو ان انا اشوف العنصر المسبب للتسوس واشيله خالص بعدين احشي السنه. تمام. في جزئيه مهمه جدا بقى في يعني
يعني احنا عايزين نتكلم في الواقع، الواقع اللي حوالينا، وكلنا بنروح لدكاتره اسنان وبنشوف ان ما فيش حد بيتتبع الاسباب اللي بتكون خلف التسوس، بل بيبتدي يعالج وممكن يكون يخلع او بمعنى اصح ان في حاله من يعني الطب القديم او العلوم ما زالت يعني الوقت الحالي الوضع اختلف. احنا بنتكلم قبل الهوا حضرتك قلت لي حاجات مبهره ان ممكن في الطب الجديد، وبخاصه حضرتك بتشرفي على دراسات كتيره واعداد كبيره ما شاء الله يعني، فاحنا عايزين نقول للناس ان ما تقلقش من اللي بيحصل دلوقتي، فيه علوم جديده دخلت ويا ريت توضحيها للناس. طيب هو احنا طب الاسنان زمان كان طبعا نتيجه الامكانيات اللي كانت موجوده علميا وتكنولوجيا كانت مدياله حدود في العلاج، لكن مع التقدم بقى في التكنولوجي والعلم وان الابحاث دلوقتي الدوليه بقى سهل جدا ان اي حد يقرا في اي حته، اوكي، مع الانترنت مع كل الكلام ده بقى في علوم جديده بتخش على طب الاسنان. ديجيتال دانتستري، يعني ديجيتال دانتستري ده اللي هو كل حاجه بقت ديجيتال، ان احنا بنصمم اي حاجه ديجيتال، اوكي. بقى في ريجينيتيف دانتستري، ريجينيتيف دانتستري اللي هو طب الاسنان التجديدي، يمكن لسه ناس كتير ما تعرفش عنه، بس ده احنا بنستخدم هندسه الانسجه والهندسه الوراثيه بمواد بتعيد بناء انسجه السنه. طبعا ده موضوع كبير لازم نتكلم عليه، اتمنى نعمل ليه ملفات كده باذن الله. حتى بقى تسوس الاسنان اللي الناس كلها بتشوفه ان هو ايه يعني ابني سنته مسوسه وبتهملها، لا، حتى علاج تسوس الاسنان اتغير بمجرد ان احنا فهمنا التسوس صح بقى زي صحيح. علاجه سهل. تمام. يعني احنا كنا زمان بنقول في تسوس يبقى انا عندي كافيتي، بنقولها للاطفال كده انا عندي كافيتي محتاجه حشوه، لكن انا دلوقتي لما بقول له انا عندي تسوس، لا انا عندي مرض خطير بالظبط، انا مش عندي. ويمكن ده دخلنا دكتوره الحقيقه وحضرتك بتتكلمي طبعا كلام مهم جدا وخصوصا اطفالنا، وكتير من الامهات الحقيقه بيهملوا ده، مش عاوز اسامي مسميات، في بعض الاغذيه النهارده بعض اولادنا بياكلوها اللي هي طبعا للاسف فيها بريزرفاتيفز طبعا مواد حافظه كتيره جدا بتبقى مضره وبتاثر على صحه الاسنان. دي حاجه اعتقد اتمنى ساعتك تعملي عليها فوكس تاني لكتير اللي بيتابعونا. انا شعاري في العياده عندنا اسنانك حياتك. مزبوط. يعني اسنانك هي بارت اوف يور لايف، هي هو اهم حاجه في حياتك، لان هي اول حاجه في صحتك انك هتاكل عشان صحتك تبقى هيلثي. صحيح. فلما هاكل صح سناني هتبقى ما فيهاش تسوس، وبالتالي جسمي كله كمان هيبقى هلسي. بقول الكلام ده كمان دكتور لان بعض ما اسمع ان الشباب عندهم 13 و14 سنه اصدقاء اولادي عندهم هشاشه عظام دكتوره، وطبعا اعتقد السنان هنا بتتاثر. طبعا ما هي الكالسيوم، هو كالسيوم في العظم، الكالسيوم في السنان هو كالسيوم. مظبوط. فهو بيشرب مياه غازيه، المياه الغازيه زي ما شالت من عظمه. أيوة. هي شالت من سنان. صحيح. طيب السؤال بيطرح نفسه، وهو كتير من ابنائنا الاطفال بيمسح خلاص بالفرشه كده وخلاص، شو انا غسلت يا مامي. طيب. الاسنان وخلاص. اسهل طريقه غسل الاسنان، ليه طرق كتير. اسهل طريقه لغسل الاسنان ان انا لو بس بتكلم على السنان الاماميه، انا بمسك الفرشه بالنسبه للي فوق من فوق لتحت up and down، اوكي، بالحركه دي مش بالحركه دي. لا بصي كده سي، اوكي، ومن تحت العكس سي لتحت كده، اوكي. طيب بالنسبه للاسطح الخلفيه انا بعمل الحركه اللي هي سيركلر اللي هي ايه روتاتري. انا باكد على الطفل كده ان هو بيغسل سنانه بالطريقه المظبوطه، اوكي. في طرق تانية كتير بس دي بتبقى صعبه على الطفل، فاحنا خلينا نبتدي بالطريقه السهله دي. واللي يهمني هو امتى البلاك يعمل تسوس. تمام. ده مهم. لو عدى عليه 48 ساعه من غير ما يتغسل. 48 ساعه يعني انا يعني اعتقد يعني سناني كل يوم بالظبط. بس بالظبط مره الصبح اول ما اصحى من النوم حتى يبقى ريحه بقي حلو بالزبط. وقبل ما انام على طول، ما اكلش بقى بعد ما انام عشان ما اديش وقت للبكتيريا تشتغل وانا نايم من غير ما اغسلها. تمام. الدكتوره دي اللي قدامنا يا فندم وقدام الساده المشاهدين دي حضراتكم في زيارات لبعض الاماكن؟ ده رحنا هنا دار رعايه او مدرسه في المعادي. تمام. دي مدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه، فيها جميع الاعمار السنيه. بتروحوا بنفسكم؟ انا بروح بنفسي بدون طبعا. دعوه، انتوا حضراتكم مهتمين. انا كلمت المدارس، انا كويس. عملت سيرفي على كل المدارس الموجوده. تمام. في مصر لذوي الاحتياجات الخاصه، والمفاجاه ان نسبه الاطفال او المرضى ذوي الاحتياجات الخاصه مش نسبه قليله، هي في مصر 10% تقريبا من البوبليشن، الايجيبشن بوبليشن، يعني تقريبا 10 مليون. تمام. اوكي. فاحنا بنروح هنا، كنا بنوريهم طبعا احنا في الكورونا ايرا بتاعه الكورونا، فبالتالي بنعلمهم الانفكشن كنترول والهايجين، ازاي الالكول الماسك خلاص. بنشوف هنا كنا بنعمل الالكول كويس. اوكي. عشان احنا مش بس اسنان، يعني احنا الصحه العامه. وانا شايف اهتمام الحقيقه من الابناء، يعني
انا كان يهمني الابناء واللي وراهم دول الكير جيفر لكل طفل التيتشر بتاعه لازم يبقى موجود. هنا احنا هنا طبعا دي صوره مجمعه قدام الاطفال في بالظبط في ممكن نسبه بس على الصوره دي شويه في كالرينج شيتس حاجه هيلون عليها حاجه هيعمل عليها اكتيفيتي نشاط عباره عن ايه عباره عن فم وبديله فرشه سنان ومعجون. انا شرحت خلاص بالفيديو طريقه غسل الاسنان. هو مش طفل عادي هو مش طفل عادي هو عنده ليميتيشنز هو ادرك ايه يبتدي يرسموا له نثبت الصورة. هو هنا بيشوفوا الحركة انت بتعرف تعمل الحركة اللي انا قلت بنعمل سيركلر فبيقلده خلاص فبيقلد الحركة يبقى هو هنا فهم كويس. اوكي في الكالرينج شيت الصورة اللي كانت قبل دي المفروض ان هو كان بيرسم وانا ارسم له التسوس انا برسم له التسوس على السنة وخليه يعمل نفس الحركة على السنة دي كويس جدا ابتدي نظف السنة بالفرشة كويس قوي. اوكي ممكن نشوف صورة تانية تمام. لكن طبعا كان شايف تفاعل من اولاده طبعا الاطفال قد ايه كانوا سعداء وكانت مغامره جميله بصراحه كان يوم جميل صحيح. هو متعب بس شايق لا وانطباع باين على الاولاد يعني قد ايه كانوا مبسوطين قد ايه انك تهتمي انك تجمعي كل الداتا عن الحالات اللي ذوي القدرات الخاصه بالشكل ده ده عمل انساني في المقام الاول. هو طبعا هو اخذ مننا وقت جامد جدا ذهنيا ان انا بدرس الحالات كلها طبعا اتكلمت مع دكاتره كتير في التخاطب وفي التعامل مع مثل هذه الحالات عشان افهم ازاي اتعامل مع الحالات دي. ابتدينا دي ده صوره التيم بتاعنا مع احد يعني البنوته الجميله واخدين فيه كل الدواعي طبعا الاحترازيه طبعا احنا كنا بنشتغل ايميديتلي بعد ما اتفتح فتره احنا لسه كان الكلام ده في اخر 8 كان في اخر 8 تمام فاحنا كنا يعني بنتعامل مع الطفل بنشوف ازاي بنكوميونيكيت معاه ازاي نتواصل معاه رد فعله ايه اتفضل كويس. ده بقى بياخدنا لحته مهمه جدا وهي ايضا خطوره الاهمال من بعض الاطفال وكمان ذويهم يعني طبعا طبعا ما هي خطوره الاهمال زي ما قلنا لو احنا من الاول شفنا بوتشه بيضه البوتشه البيضه ديت اللي في بدايه التسوس علاجها سهل جدا صحيح. بنحط مواد اعاده تمعدن بس لو سبناها هنخش في مرحله تانية هتبقى حفره الحفره دي هنحتاج نعمل لها بقى حشوات تجميليه. نتخيل الكوست بقى لو احنا بنتكلم بلغه الشعب المصري يقول التكلفه التكلفه طب انا لو كنت حطيت الفارنش كان الموضوع انتهى ما كلفنيش حاجه لكن انا لما دخلت في بروسيدجرز اصعب في خطوات اصعب الموضوع زاد يبقى علاج الاسنان مكلف مزبوط. في حين ان علاج الاسنان مش مكلف لو بس لو لم كل نهمل بالظبط. أيوة. نقطه ثانيه حضرتك يا دكتور يعني الجانب ده يعني انا لم اراه مع اي دكتور اسنان معذره يعني هو اكيد فيه موجود بس انا عن نفسي ما شفتوش مع اي دكتور اسنان بشكل تقليدي. اقول لك ليه خليني اقول لك الحته دي لان اي طفل عنده ذوي احتياجات خاصه معروف كده عندنا في طب اسنان يخش عمليات ده مش هنعرف نتعامل معاه خش عمليات في حين لما تقرا في الجزء ده لا ده ذوي الاحتياجات الخاصه بيتقسموا لمجموعات حاله بسيطه وحاله متوسطه وحاله شديده الخطوره صحيح. البسيطه والمتوسطه ده سهل جدا التواصل معاه مجرد ان انت عرفت طريقه التواصل السليمه وتطمن لك الطفل هو الطفل بيريزيست او بيعند لما يلاقي اللي قدامه هو مش عارفه مش مطمن له فهيبتدي يبقى هايبر اكتيف عليه لكن هو مجرد ما تطمن لك وحس ان انت زي التيتشر بتاعه زي ماما وبابا يبقى انا في الحاله دي انا خلاص هسمع كلام مظبوط. اوكي فيبقى انا هنا مش كل الحالات هدخلها بنج كل اوكي انا ممكن يعني لسه قريب كنا بنعالج اطفال عندنا بقى في العياده عملنا لهم اكتر من حاجه مش سنه واحده احنا عملنا لهم ثلاث حاجات في بقه والطفل كان في منتهى السعاده تمام. استاذ دكتور شيرين حافظ طبعا سعادتك يمكن دايما كنت في حلقه بقول احنا عندنا ثروه قوميه هي اسناننا بعض بقول الكلام ده لان بعض الناس بتستسهل تروح لاي دكتور ده الحشو هيكلف مثلا سي رقم فيقول رقم يخضه او حشو العصب فيقول له لا اخلع يا دكتور تمام. هنا عاوزين نوعي هذه الفئه تحديدا وخصوصا في الريف المصري صعيد مصر بحري قبلي دايما بيستسهلوا عاوزين ناكد على حته النهارده الجديد في طب الاسنان اللي يخليه لا ما تخلعش ده فيه النهارده حاجات يعني وتشيب برايس سعر رخيص هو من الاول العنايه بالاسنان هتخلي علاج الاسنان سهل وبسيط وتشيب برايس زي ما حضرتك بتقول صحيح. بس هي الفكره في ايه ان انا لو فقدت دلوقتي صباعي وجعني هقطعه لا بس هي ده اللي عايزين نوصله للايه للمواطن العادي انا سنتي لما توجعني ليها علاج اطمن ليها علاج مش علاجها الخلع والدكتور اللي يقول لك اخلعه يبقى هو ميؤوس منه يعني ما ينفعش مفيش حاجه ان انا سنتي مسوسه اخلع ليها علاج
والطب الحديث زي ما قلنا دلوقتي بقى اوجد العلاجات المختلفه لكل المشاكل. تمام. وفكره القلق والخوف حتى من الم الاسنان، يعني في ناس ما بتبقاش عايزه تروح لمجرد الالم فبتبتدي تاجل اي هي مشكله. دي بتبقى تجربه اكيد سابقه تعرض ليها زمان، دلوقتي لا، طب الاسنان كل حتى زراعه الاسنان ما بقتش فيها الم خالص. تمام. ده شيء رائع في حد ذاته. يعني لا، الالم دلوقتي ما بقاش مشكله بالنسبه لطب الاسنان. مزبوط. طب لو عايزين نطمن الناس اللي في فتره الكورونا دلوقتي والقلق ويقول لك ان انا الاجراءات الاحترازيه في يعني في المركز عند حضرتك يعني بالظبط ممكن تكون واضحه للناس. طيب اولا احنا عشان نضمن للمريض الحمايه التامه بقى مش بس اسنانه بالظبط، المفروض ان هو ما يبقاش قاعد مع مريض تاني. فاحنا بنحجز المواعيد الاول لكل مريض حسب البروسيدور، يعني هو دلوقتي عنده هيعمل حاجه بنشوف البروسيدور التايم بتاعه ده قد ايه خلاص، وبنعمل اوفر يعني تايم كده لاب ما بين كل مريض والاخر بحيث ربع ساعه تعقيم الريسبشن وتعقيم العياده ككل، بحيث ان مفيش مريض يخش في وجود مريض اخر. تمام. بالنسبه للريسبشن فده تنظيم المواعيد. بعد كده جوه العياده بقى هو المريض دخل لي دلوقتي هيتعمل له بروسيدجر، لازم بيبقى فيه زي ما حضرتك شفت كده في الصور بيبقى فيه الاجراءات كلها بقى، ان انا لابس الوقايه الجاون بتاعتي الاوفر هاد الماسك الفيس شيل، بحيث لا انا انقل له اي حاجه ولا هو ينقل لي اي حاجه، يبقى احنا هنا في ميوتشوال بروتكشن، هو بيحميني وانا بحميه. اوكي. وبرده بنقيس درجه الحراره اول ما بيدخل نطمن عليه، الالكول طبعا لكل حاجه. كل البروسيدجرز بتبقى معقمه من اول ما يدخل لحد ما يخرج. ده رائع جدا، رائع جدا، لان ناس كتير جدا بتبقى متخوفه حتى طبعا. في يعني حتى بشكل عام اللي يقول لك لا مش هروح لاي عياده، مش هروح لاي مستشفى، مش هروح لاي عشان الكورونا والقلق. مظبوط مظبوط. دكتوره شيرين، يمكن اسنان حد بعت رساله الحقيقه لسعادتك بيقول طفل عنده بالظبط يعني 5 6 سنين في الرينج ده او في الايدج ده في الاريا دي تحديدا، وحتى من سنته كسرت. هل الصح هنا يعمل ايه؟ هو خايف طبعا على المستقبل بتاعه طبعا. لما يكبر هو حسب بقى سنه، لو حضرتك بتقول 5 6 سنين وسن اماميه هو هيبدل السنه دي. تمام. فهو ما عندوش مشكله، هو خلاص السنه دي هتكون ملخلخه فهتتخلق. لكن لو هو يعني مثلا في سنه تانية ورا درس، نقول بقى درس وهو عنده 5 6 سنين، الدرس ده لسه هيتبدل عند 11 12 سنه. تمام. يبقى لازم يتوجه بسرعه لدكتور الاسنان عشان يشوف العلاج الامثل للسنه دي، لو مسوسه نحشيها، لو العصب مكشوف نعالجه. لو هي خلاص اتكسرت خالص والام ما لحقتهاش او اولياء الامور ما لحقوش السنه دي في الاول خالص، بنحط بيتخلع الجدر المتبقي وبيتحط مكانه حافظ مكان عشان الضرس اللي بعده يلاقي المكان ده لسه قدامه 6 سنين عقبال ما يطلع. مظبوط. فيبقى لازم نحط حافظ المكان ده عشان المكان ما يتقفلش ونخش في مشاكل تقويم بعد كده. تمام. بالزبط. تمام. طبعا كلام محترم جدا بالحقيقه سمعناه من السيده المحترمه الاستاذه الدكتوره شيرين حافظ ابراهيم محمد، استاذ العلاج التحفظي كليه الطب اسنان جامعه القاهره وعضو الجمعيه الامريكيه لطب الاسنان ADA. نورتينا الحقيقه. شكرا جزيلا دكتوره. ويمكن افينيتي دنتال كلينيك طبعا بالمعادي، يمكن ارقامه كانت ظاهره على الشاشه، نتمنى التواصل بالدكتوره باذن الله بعد الهواء مباشره لو في اي استفسار من حضراتكم، الرقم دايما كان معانا على الشاشه طول الحلقه. دكتوره طبعا بتوعدينا بلفات طبعا تثقيفيه طبيه للاطفال او ما اكبر ذلك. من ذلك او أكيد. اصغر من ذلك. أكيد. وبنحترم الحقيقه الملف لانه معظمه ليه ذوي الاحتياجات الخاصه ودي فئه الحقيقه طبعًا. بنرسل لكم طبعا كل التحيه والتقدير من استاذ دكتور شيرين حافظ، بنشكرك يا فندم على هذا المجهود الرائع، نورتينا وشرفتينا في الحلقه. حضرتك وحقيقي انا نفسي انا مبهوره بالحوار معاكي، لان معلومات كثيره ما كناش نعرفها ومحتاجين الناس كلها تعرف ان في تقدم في طب الاسنان، ومحتاجين نوصل للنقطه ان احنا ما نخافش من دكتور. مرسي حضرتك جدا. تحيه لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحلقه جديده من مساء الخير يا مصر بنعرفكم بيها كل سبت 5:30 مساء على الهواء باذن الله، فيها كل ما هو جديد. تحيه لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه، بتقدم بخالص شكر وتقدير الاستاذ الدكتور شيرين حافظ، استاذ العلاج التحفظي كليه الطب الاسنان جامعه القاهره وعضو الجمعيه الامريكيه لطب الاسنان ADA. نورتينا دكتوره. شكرا. نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.